الكردية في كلية التربية في جامعة كركوك اليوم مراسيم خاصة في قاعة رئاسة الجامعة لإحياء الذكرى 26 لفاجعة الأنفال سيئة الصيت التي ارتكبها النظام البعثي الدكتاتوري المقبور وجلاوزته بحق الآلاف من المواطنين الكرد العزل، والتي أسفرت أيضا عن تدمير آلاف من القرى الكردية الآمنة في قصبات ومدن إقليم كردستان. هلقوت حسن تابع تفاصيل الموضوع. هنا سأتوقف وألوذ بالصمت، وأتمنى أن يشاركني المشاهد والمستمع الكريم بأن نغمض أعيننا قليلا ونعود إلى زمن الأشجعي وهجومه على الكرد، ونحاول أن نرى بعيون العقل ما كان يجري هناك، وأن نرسم صورة للواقع الأليم الذي كان يعيشه الكرد المؤنفلون في ذلك اليوم الرهيب. عمليات الأنفال العديدة بفصولها الثمانية نفذتها أياد لم تجد الرحمة إلى قلوب أصحابها سبيلا، وبأمر من الدكتاتور صدام حسين في ثمانينيات القرن الماضي هدمت أكثر من 4500 قرية كردية، ناهيك عن قتل سكانها بصورة يندى لها جبين الإنسانية. وبهذه الذكرى الأليمة نظمت جامعة كركوك مراسيم مهيبة قدم خلالها الطلبة الكرد نشاطاتهم تعبيرا منهم عن مدى الحزن والألم بذكرى هذه الجريمة النكراء. في الحقيقة الحادثة الأليمة التي تسمى بالأنفال ظلما وزورا، والتي سماها هذا النظام المقهور، فهذه الفاجعة كانت الغاية منها مسح الأمة الكردية عن الوجود. اليوم يتبين للعالم بأن الشعب الكردي شعب يريد الحياة ويريد العيش بسلام وأمان مع الشعوب الأخرى. نحن في هذه المناسبة نستنكر ونسجن هذه الحملة التي أقدم عليها النظام، وندعو من الله سبحانه وتعالى أن يسكن الشهداء والمؤنفلين بواسع جناته. عمليات الأنفال جعلت حزب البعث المنحل يتخذ من الكرد سلعة تباع وتشترى على مزاجه لدول الجوار. ففي هذه الذكرى الأليمة قدم الطلبة خلال المراسيم لوحة مسرحية يتضح فيها كيف كان تعامل العسكر آنذاك مع النسوة الكرد ورجالهم، يطالبون في الوقت ذاته من وزارتي التربية في الإقليم والمركز إدخال مناهج دراسية تخص الأنفال كي تبقى هذه الجريمة في ذاكرة الأجيال القادمة. الذكرى الموجعة والأليمة على الشعب الكردي، نعزي شهداء الأنفال في هذه الذكرى، ونطالب من حكومة الإقليم والمركز من وزارة التربية أن يخصصوا تاريخا أو منهجا دراسيا في تاريخ هذا اليوم لتقرأه الأجيال وتتابع هذه المراحل الدراسية، ونستذكر هذه الذكرى الأنيمة لشهداء الأنفال، ونطالب من مثل ما قلت لكم الحكومتين الإقليم والمركز بأن تدخل منهجا دراسيا في هذا الموضوع لكي تستذكرها الأجيال وتقوم بدراستها. شنو علينا نسوي؟ نبني بلد أو دولة مسالمة تاخذ حقوقها، أن أطفالي لهم حق يقولون أنا كردي فيدرسون كردي اللغة الكردية. بغض النظر عن وجود سورة في القرآن الكريم باسم الأنفال يقرأه المسلم مثل باقي السور، إلا أن استعارة تلك التسمية من قبل النظام البائد لا زالت تذكر الكرد في كل عام وخاصة في مثل هذا اليوم بمأساة الإبادة الجماعية بحق شعب عانى كثيرا من تعسف الدكتاتورية البغيضة التي سببت جرحا غائرا في القلوب لن ينسى أبدا. هلقوت حسن، فضائية كركوك. في موضوع آخر